معنا من ريف دمشق مراسل وكالة قاسيون مازن الشامي. مازن، لو تطلعنا بداية على الوضع كيف يبدو، لو تلقوا لنا الصورة والمستجدات عقب دخول داعش للمخيم. نعم، مساء الخير. بالفعل تعرض حي الحجر الأسود لقصف مدفعي عنيف استهدف وسط الحي، تزامنا مع اشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية وكتائب أكناف بيت المقدس المتواجدين في مخيم اليرموك. طبعا الآن تنظيم الدولة يسيطر على عدة نقاط داخل المخيم، حيث قام عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية قبل ساعات بالتسلل إلى داخل المخيم، وذلك عبر شارع 30، ودارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين كتائب أكناف بيت المقدس، وذلك إثر قيام كتائب أكناف المقدس التابعة لحركة حماس بمحاولة اقتحام الحجر الأسود يوم أمس بعد عملية اغتيال لأحد قياديي حركة حماس المدعو يحيى الحوراني، حيث إن الاشتباكات يعني في مخيم اليرموك الآن شديدة وقوية جدا، وهناك حالات كر وفر داخل المخيم بين الفصيلين المقتتلين. وحقيقة يعني وصل الآن تنظيم الدولة الإسلامية إلى شارع المدارس، وقد استغل النظام يعني هذا الخلاف وهذا الاقتتال، وبدأ في هذه اللحظة بقصف مخيم اليرموك بقذائف الهاون، ومركز القصف على المناطق الجنوبية من فرع فلسطين المتواجد في القزاز. يعني إضافة لذلك كله، قامت شبيحة نسرين يعني المتواجدة بالقرب من هذه المنطقة أو في حي التضامن بإلقاء قنابل وقذائف هاون بشكل مكثف على إحدى جبهات الحي. طبعا القصف والاشتباكات منذ الصباح وحتى اللحظة مشتعلة هناك. نعم، إذن شكرا لك من ريف دمشق مراسل وكالة قاسيون مازن الشامي.